بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أمرنا بقراءة القرآن الكريم وتدبره إذا أردنا النجاة من يوم العرض غدا. صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحابته دائما وأبدا، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم الموسوم بالنبأ العظيم، البرنامج الذي يعنى بعلوم بالقرآن الكريم وعلومه. أيها المشاهدون الكرام، لم يقتصر نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مكان دون مكان، ولا زمان دون زمان، ولا حال دون غيره، فقد نزل عليه في مكة والمدينة وفي الجحفة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نزل عليه في الصيف والشتاء، في الليل والنهار، في السلم وفي الحرب، وذلك حسب اقتضاء الأحوال. وفي ذلك دليل على إعجاز القرآن الكريم بانعتاقه من قيود الزمان والمكان، فباختلاف أوقات وأماكن النزول يكون تنوع أحكامه، مما يؤدي إلى صلاحيتها في ظروفها المتغيرة. لقد كانت هجرته صلى الله عليه وسلم فيصلا بين مرحلتين متعاقبتين، وهما مرحلة مكة والمدينة. وأمام ذلك كله، استدعى الحال إلى أن يتميز القرآن المدني عن القرآن المكي. ما هي ضوابط القرآن المكي وما هي ضوابط القرآن المدني؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفية في هذا النقاش. باسمكم جميعا أسعد باستضافة فضيلة الأستاذ الدكتور خليل قاضي، المتخصص في العقائد والأديان والقراءات القرآنية من جامعة الجزائر واحد. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا. كما أسعد باستضافة فضيلة الدكتور محمد تيمزغين، المتخصص في الدراسات القرآنية من جامعة الجزائر واحد. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دكتور خليل قاضي، موضوع المكي والمدني في علوم القرآن موضوع له أهمية كبيرة، اعتنى به العلماء قديما، ولا يزال العلماء يتكلمون على هذا الموضوع إلى اليوم. ما هو تعريف المكي والمدني، ولماذا عد علما؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية، تحية طيبة لك ولشيخنا محمد وللمشاهدين الكرام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كما تفضلت، يعني المكي والمدني هو مبحث من مباحث علوم القرآن، بل هو من كبريات المباحث يعني في علوم القرآن. لماذا؟ لأنه ينتظم القرآن الكريم كاملا، القرآن الكريم كله إما مكي وإما مدني، وإن كان المكي هو أكثر من المدني، يعني 86 سورة مكية و28 مدنية، يعني أضعاف يعني المكي أضعاف المدني. لماذا؟ والمدة التي نزل فيها القرآن الكريم 13 سنة مكية و10 مدنية، يعني تقريبا تتساوي فترتان، لكن القرآن المكي يفضل المدني من حيث العدد. المكي يعني علماؤنا عرفوا المكي بأنه ما نزل بمكة، إن عددنا المكان، ما نزل بمكة قبل الهجرة.
والمدني ما نزل بالمدينة بعد الهجرة. أما إذا أخذنا بالزمان الذي نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة يسمى مكيا، ولو في غير مكة المهم قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المدينة باعتبار الزمان. والذي نزل بعد الهجرة ولو كان في غير المدينة، يعني حتى ولو كان في مكة نسميه مدني. وفعلا نزلت صور في مكة بعد الهجرة وهي صور مدنية وليست مكية. إذن هذه الاعتبارات اعتبار الزمان واعتبار المكان، هناك من جعل اعتبارا يحوي الزمان والمكان، يعني ما نزل في مكة وقبل الهجرة، يعني المكان والزمان هذا يعد مكيا. ما نزل في المدينة وبعد الهجرة بمعنى الزمان والمكان هذا يعد مدنيا. وإن كان أرجح الآراء يعني هو هذا الاعتبار الزماني، يعني ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي، ما نزل بعد الهجرة يسمى مدني، هذا هو التعريف. بارك الله فيك فضيل الدكتور التيمزغين، لماذا كل هذا الخلاف حول المكي والمدني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الأهبتحي، شيخنا الشيخ خليل، الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من المواضيع المهمة الحقيقة للبحث وللتناول وللتفكير والوعي بها موضوع المكي والمدني. والمكي والمدني من الموضوعات التي وقع فيها اختلافات الحقيقة. لماذا وقع هذا الاختلاف؟ باعتبارات، لأن القرآن الكريم الذي يقرأ الخطاب القرآني يشعر بشيء من التمايز بين الآيات، وهذا التمايز سواء في أسلوب الآيات أو في مضمون الآيات كلاهما، إلى درجة أنه يمكن أن تصنف هذه الآيات القرآنية إلى قسمين كبيرين حقيقة لما ندخل الموضوع من مدخل الخطاب القرآني نفسه وليس ما قيل عنه، حتى نسقط على نفس الشيء فنجد الفروقات إلى حد كبير، يعني هذه حاضرة في المضامين وفي الأساليب. وهذا يرجع إلى أن الوحي قد نزل في فترتين، فترة ليست زمنا فقط وإنما زمنا وفئة مستهدفة أو المخاطبين وهم أهل مكة وأهل الفصاحة والمشركون، والمرحلة الأولى في زمن الدعوة الإسلامية، دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه المرحلة بما فيها من مقتضيات وما نتج عن ذلك من خصائص أسلوبية أو محتويات ومضامين هذه الآيات. وتأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة شهدت فيها الدعوة الإسلامية مرحلة جديدة، وهي مرحلة المجتمع وليس الفرد، وكان الفئة المستهدفة نوعا ما تختلف إلى حد ما، حيث ظهر اليهود وأهل الكتاب والمنافقون، ثم اقتضى الأمر في هذه المرحلة شيء من التنظيمات والتشريعات. فالذي يقرأ الخطاب القرآني يشعر بهذا الفارق، وإن كان يعني الذي يقرأه بشكل عام قد لا يتلمسه، لكن أهل الاختصاص وأهل العلم يظهر لهم هذه الفروقات، ولكل واحد منها مقتضيات، ويمكن أن نتناولها إن شاء الله في الأسئلة الآتية بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيك فضيل الدكتور، فضيل الأستاذ الدكتور خليل قاضي. أكيد المشاهد الكريم يحب يعرف ويميز ما هي ضوابط المكي، القرآن المكي. نعم، يعني شوف العلماء قسموا هذين القسمين، يعني إن صح التعبير، القرآن المكي والقرآن المدني. نعم، يعني وكأن فاصلا بينهما. القرآن الكريم هو كل مترابط. نعم، ولكن للقرآن المكي يعني الذي نزل بمكة له ميسم خاص يسمه وله طابع يتميز به، والقرآن المدني كذلك. فحاولوا أن يستخلصوا قواعد كلية وكليات يمكننا من خلالها أن نفرق بين القسمين. وإن كان القسمان يخدمان قضية واحدة، يعني القرآن المكي والمدني كلاهما
يعيننا على فهم الناسخ والمنسوخ مثلا. يعني لا يمكننا أن نفهم الناسخ من المنسوخ، الآيات ينسخ بعضها بعضا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. هذا لا يفهم إلا بتتبع هذا الترتيب الزمني الذي جعلوه، يعني لذلك قلنا الأرجح هو الترتيب الزمني هذا في المراحل المكية وفي المراحل المدنية، لأن المرحلة المكية أيضا نفسها قسمت إلى أقسام والمرحلة المدنية إلى أقسام، هذا عندنا نحن وعند المشرقين حتى، وسنصل إليها في حينها. ضوابط المكي من الضوابط يعني ككليات، قالوا كلمة كلا أينما وردت فهو قرآن مكي. وردت كلمة كلا في 33 موضعا، 33 موضعا في 15 سورة، نعم 33 مرة. أينما وجدنا هذا، هذه كلية. الكلية الأخرى، أينما وجدنا سجدة، القرآن عندنا 14 سجدة، نعم على اختلاف يعني هناك 12 15 15 الآخر. هذه السجدات أينما وجدتها فهو قرآن مكي، ما فيش سجدة في القرآن المدني. كلا والسجدة، كلا هذه الكلية الثانية هي السجدات. الثالثة قصص الأنبياء، قصص الأنبياء على استثناءات. يعني هناك نجد في البقرة وهي مدنية قصة آدم عليه السلام، موسى، قصة موسى، نعم هذه قلنا على استثناء، وإلا الغالب الطابع الأعم هو قصص الأنبياء ورد في القرآن المكي. قالوا لماذا؟ لأن القرآن المكي يخاطب نفوسا جاسية، الجاسية بمعنى الجلافة هذه تاع البدو، يعني المدينة أخف من مكة، المدينة فيها حضر، فيها عرقيات أخرى، فيه يهود، فيه نصارى يفيدون إلى نواحي المدينة، فيها أعراق أخرى، فكانت متحضرة مقارنة بمكة. فكانت قصص الأنبياء هذه تقرب المثال لهؤلاء، فركز القرآن الكريم وهو أعلم بما ينزل على هذه التقريبات أو الأمثال بالقصص، نعم النبوي. ويقال أيضا أن القرآن المكي يتسم بال يعني الكلام فيها العقيدة بارك الله فيك. نعم هذه أيضا من الطابع المميز، أنه يركز على الجانب العقدي على الغيبيات. لماذا؟ لأن النفوس كانت حديثة عهد بالإسلام، كانت تعبد أشياء محسوسة ملموسة، أصناما تراها وتلمسها وكذا. فهذا الإله الذي حدثهم عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحدثهم عنه القرآن إله لا يرونه ولا يلمسونه، يعني كيف يمكن أن يتخيلوه إلا بهذه الأمور المقربة؟ بالمثال يتضح المقال. لذلك الأمور الغيبية هذه عبر عنها بأمثلة. كل سورة بدأت بالأحرف المقطعة إلا الزهروين، البقرة وآل عمران، كل سورة بدأت بهذه الحروف، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، حام ميم عين سين قاف كاف هاء عين صاد، كلها مكية إلا ألف لام ميم البقرة وألف لام ميم آل عمران، هاتان مدنيتان. يعني الاستثناء تقريب دائما موجود، تقريبا يكون موجود تقريبا، ولكن الأوليان يعني كلا والسجدة هذه ما فيهاش استثناء. نعم. هذه قاعدة عامة. كل سورة انفردت بيا أيها الناس، انفردت، ضع سطرا تحتها انفردت، لأنه فيها ممكن تكون السورة فيها يا أيها الناس فيها يا أيها الذين آمنوا، نعم هذه ما تكونش مكية يعني بقول واحدا، ولكن إذا ذكر يا أيها الناس فقط ولم يذكر يا أيها الذين آمنوا في السورة فهي مكية باتفاق. تقريبا هذه الكليات التي وضعها علماؤنا لتمييز المكي من المدى. بارك الله فيك. سمعنا الدكتور خليل تكلم على كلا، تكلم على السجدات، تكلم على الحروف المقطعة، يعني هذه تميز القرآن، تكلم على أن القرآن المكي فيه القصص إلى ما استثني، تكلم على، ولكن فيه من يقول ما قيمة معرفة المكي والمدني؟ لمعرفة المكي والمدني أهمية الحقيقة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لما نفهم الفئة المخاطبة بهذا الخطاب، لما نعرف بأن الخطاب مقصود به بالدرجة الأولى أهل الشرك كفار مكة، لما نعرف بأن الخطاب مثلا الخطاب المدني في بعض الآيات مقصود به اليهود، نعم أو المنافقون يعني،
فهذا يفيد كثيرا في فهم تلك الآيات، بل يفيد في الربط بين الآيات القرآنية بما يعرف بالعبوب والخصوص والإجمال والتقييد والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيل والناسخ والمنسوخ، خاصة الناسخ والمنسوخ، لأن القرآن المدني مبني على القرآن المكي، وهذا كلام الشاطبي أيضا. فهم القرآن المدني مبني على فهم القرآن المكي حتى في العادات، في كثير من الأمور يعني. فهذا الجانب مهم، ففيه التدرج، فيه فهم الآيات، فيه فهم العلاقات بين الآيات، فيه جانب الناسخ والمنسوخ مهم جدا. فيه أيضا أمر مهم جدا وهو مراحل التدرج، مراحل الدعوة الإسلامية والتدرج في المراحل، مراحل الدعوة الإسلامية، وهذا أمر مهم جدا. يعني استيعاب هذا الجانب يفيد كثيرا، وإن كان نحن لا نتحدث عن آية آية، وإنما نتحدث عن خصائص عامة ونتحدث عن القرآن كله، حتى الإنسان لما يأتي ليتعامل مع القرآن ويحاول يفهم آية القرآن الكريم ينبغي أن يستحضر هذا الإطار، وهو الإطار المكي والمدني، أكثر منه استحضاره في آيات آية آية، لأنه هذا قد يقع فيه اختلاف بين أهل العلم هل هي ما آية مكية أو مدنية. لكن في الإطار العام ينبغي على من يتعامل مع القرآن الكريم أن يفهم هذه المراحل، ويفهم هذا التدرج، ويفهم قضية الناسخ ومنسخ، وأن هذه الآية سبقتها آيات ينبغي أن أطلع عليها، لا يمكن أن أخذ هذه الآية وحدها دون غيرها من الآيات. ففي جوانب مفيدة جدا لمعرفتها. بارك الله فيك دكتور خليل. مدام تكلمنا على خصائص مميزات القرآن المكي، أكيد أن القرآن المدني فيه كذلك خصائص ومميزات. طبعا يعني شوف، القرآن المكي ذكرنا هذه يعني كليات ضوابط فيها استثناءات طبعا، ولكن في القرآن المدني تقريبا ما فيش استثناءات، ضوابطه كلياته جعلها العلماء وكأنه لا استثناء لها. الكلية الأولى، في كل سورة مدنية ذكر الحد والقصاص فهي مدنية، لأن الحدود لم تفرض في مكة. سبحان الله، يعني القرآن المكي ما فيش حدود وفرائض وكذا. هذه الكلية الأولى. الكلية الثانية، كل آية أمرت بالقتال والجهاد، أمرت وضع سطرا تحت أمرت، لأن هناك سور مكية ذكر فيها الجهاد ولكن لم يكن هناك أمر بالقتال أو الجهاد. إذا كان فيه أمر فهي سورة مدنية باتفاق. كل سورة ذكر فيها المنافقون، لأن المنافقين لم يكونوا في مكة، المنافقون كانوا في المدينة. صحيح. بعد تأسيس الدولة الإسلامية التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام، وتمايز المشركين عن المؤمنين. فيه من يقول دكتور سامحني، يقول لك علاش ما فيش منافقين في مكة؟ لأن مكة كانت خالية من اليهود. نعم، هذا عامل أساسي. نعم، عامل أساسي. اليهود كانوا يثيرون النعرات، يعني الأوس والخزرج كانتا قبيلتين عربيتين وكذا، ولكن اليهود هم الذين كانوا يوقعون العداوة بينهما. كلما يعني لو ترك لوحدهما كلما أوقدوا نار للحرب أطفأ. بارك الله فيك. ويسعون في الأرض فسادا. نعم، هذا السعي في الفساد هذه من شيمة اليهود يعني من قديم الزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه خلقوا هكذا. الله تعالى وصفهم بصفات ثابتة فيهم إلى 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 أن يرث الله الأرض ومن عليها. كثير منهم فاسقون، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم فاسقون. كثير منهم فاسقون. نعم، اليهود يعني قتلت الأنبياء ومعروف معروفة سيرتهم. اليهود كيهود وليس الصهاينة هذول الذين يوصمون وكأنهم معزولون عن اليهود الآن. لا، اليهود في طينتهم مثل هذا، الله تعالى وصفهم في قرآن يتلى لهم الدين. المنافقون نعم لهم يد طولة في هذا، ولكن المنافقين في مكة لم يذكر شيء عن النفاق في مكة، إما أن يكون المشرك مشركا معاندا في شركه، وإما أن يدخل الإسلام ويحسن إسلامه. ولكن في المدينة قلنا حين تكثر هذه الطوائف هنا يتولد النفاق. لذلك نحن يعني في بلاد الإسلامية في الجزائر خاصة نحمد الله تعالى على أن سلمنا من هذه الطوائف الكثيرة وعن المذاهب والديانات وكذا، كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية، وإلا يعني سيكثر مثل هذا. ولا ننسى
أن نترحم دائما على من كان لهم الفضل في هذا الشهداء. طبعا طبعا رحمة الله عليهم. هذه كلية يعني لم يذكر المنافقون في السور المكية ولكن ذكروا في المدنية. كثرة الحديث عن أهل الكتاب يعني في مكة لم يكن هناك أهل كتاب، لا نصارى ولا يهود. هناك نصارى في نجران، يعني نجران الآن في جنوب السعودية، قديم كانت تابعة لليمن، نجران يمنية وليس السعودية. هذه نجران فيها نصارى وجاءوا في حديث المباهلة الشهيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وصلوا صلاتهم في داخل المسجد النبوي، جاءوا إلى المدينة، ولكن في مكة لم يكن يفيد إليها هؤلاء النصارى، لذلك لم يعنى بهم القرآن المكي لأنه لا فعالية لهم في المجتمع المكي، لذلك نجد ذكرهم في السور المدنية ولا نجد ذكرا لهم في السور المكية. طول الآيات حتى في من حيث بنيتها الآيات في القرآن المكي نجدها طويلة. شوف آية الدين مثلا في البقرة هي أطول آية في القرآن الكريم، هذا الطول تقريبا سار في السور المدنية. السور المكية نجد الآيات مقتضبة، أحيانا كلمة واحدة في آية، هذا يعني قالوا يناسب تلك النفسية التي كان عليها المشركون في مكة. هنا في المدينة استوى الأمر للمسلمين واستتب لهم وأصبحوا دولة مهابة الجانب وكذا، يعني عندهم استقرار. ولكن في مكة كان المسلمون خائفين، كانوا محصورين من المشركين، كانت ما عندهمش هذه القوة التي تجعل لهم الاستقرار. فكان القرآن الذي يتنزل عليهم لم يكن يفصل في هذه التشريعات وفي هذه الأحكام، لم تكن هناك تشريعات وأحكام يلزمون بها، وإنما كان يكتفي أن يوجههم عقديا، أن يبعث في قلوبهم هذا الإيمان، أن يرسخ هذا الإيمان في قلوبهم. فكانت الجمل قصيرة مقتضبة، ولكن في المدينة تحتاج إلى تفصيل، إلى حكم تشريعي تفصل حيثياته، فكانت الآيات طويلة. إذن هذه تقريبا هي الكليات التي صنف بها القرآن المدني. بارك الله فيك. سمعنا خصائص القرآن المكي، سمعنا الدكتور يتحدث عن خصائص القرآن المدني. خلي العلماء يتكلمون، وهو قرآن كله، ما السر في هذه خصائص كذا وخصائص كذا، الحكمة لماذا؟ نعم، يعني هذا يردنا إلى قضية أسباب النزول وظروف النزول والفئة المستهدفة. يعني إذا أخذنا مثلا بعض الجوانب التي كان يذكرها الشيخ خليل، مثلا غلبة الجدال في القرآن المكي، ذكر القصص في القرآن المكي، قوة الأسلوب وجزالة الألفاظ، هذا متعلق بعامل مهم جدا، ما هو الإعجاز، هو التحدي، يتحدى العرب أن يأتوا بمثله، فيذكر أبلغ الكلام وأبلغ الخطاب في ذلك الحين، وهو يجادل ليؤسس تأسيس الدين الجديد إن صحت هذه العبارة. والتأسيس يحتاج إلى جدال ومرافعة ومدافعة وحوارات وذكر ما تم التوافق عليه مع الأمم السابقة، وهو قصص الأنبياء مثلا، هذا الجانب. وهذا اقتضى التركيز على العقائد أكثر وأمهات الأحكام في تلك الفترة، هي الفترة المكية. فتلاحظ يعني التوافق بين ذلك تلك البيئة والقرآن الذي ينزل فيها، مقارنة بالخطاب المدني الذي غلبت فيه التشريعات أكثر وغلبت فيه التفاصيل، فاقتضى الأمر أن تكون الآيات أطول من الآيات في القرآن المدني. ثم فيه تربية إيمانية تربط الإيمان والمعتقد بالواقع، بالحياة السلوكية. في القرآن المدني ليس مثل القرآن المكي، فقضية يعني نزول الخطاب والتفاوت بين هذا الخطاب وهذا التفاوت ليس تفاوتا في الدرجة وإلا فكله معجز، وإنما التفاوت في الفئة التي يخاطبها، ثم المرحلة التي يمضي عليها. المرحلة الأولى كانت مرحلة للتأسيس ومرحلة لتربية الفرد بالدرجة الأولى، المرحلة الثانية هي مرحلة للاستقرار وللتنظيم وتنظيم المجتمع، وهذا يقتضي مقتضيات أخرى. فهذا يعني الأمر مهم جدا ونحن نتحدث عن المكي والمدني. بارك الله فيك. البيئة تؤثر في نعم جميل، يعني البيئة هنا ليست البيئة ليست هي المؤثرة، يعني بعبارة أخرى
لما آتي إلى المربي، إلى الداعية، إلى المعلم، لا أقول إن التلاميذ هم الذين يؤثرون فيه ماذا يقول وما لا يقول، هذه رسالة، وإنما ينبغي أن يراعي الفئة، مراعاة الفئة لغة التربية هذه ولغة الدعوة، مراعاة الفئة المستهدفة هي التي تولد خصوصيات وتولد أساليب، هي التي يعني يستعملها حتى يصل إلى تحقيق تلك المقاصد من هذه الرسالة. بارك الله فيك دكتور. المستشرقون دكتور خليل تكلموا عن القرآن المكي والمدني، إذا أردنا أن نعرف عن أجرى محاولاتهم فيما يتعلق بهذه المسألة. شوف المستشرقون يعني تقريبا عنود بكل مباحث علوم القرآن. والمكي والمدني قلنا من أكبر مباحث علوم القرآن لأنه ينتظم القرآن كاملا. المكي والمدني المستشرقون عنوا به من حيث ترتيبه الزمني، يعني هم حاولوا أن يقسموا المرحلة المكية إلى مراحل والمرحلة المدنية إلى مراحل. رئيسهم في هذا هو نولتكي الألماني، هذا العفريت، هذا له كتاب تاريخ القرآن، هو مترجم للغة العربية في مجلد ضخم. هذا أول تقريبا من قسم المراحل إلى ست مراحل، خمسة في مكة وواحدة في المدينة. يعني شوف القرآن المدني كله جعله في كفة، والقرآن المكي قسمه على مراحل، إلى مرحلة الدعوة السرية ثم الدعوة الجهرية ثم كذا، يعني ترتيب زمني. يعني 13 سنة هذه جعل لها مراحل زمنية، ويقول هذا يساعدنا على تتبع مسار الدعوة المحمدية، ويسميها المحمدية لأنه لا يعترف بهذا القرآن كمنزل من عند الله، بل هو من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام الذي يصفه بالعبقرية ويصفه بالقيادة، يعني بالحنكة في القيادة وكذا إلى آخره، وكأنه يعني هؤلاء قادة الجيوش القدامى أصحاب الملاحم. خلينا احنا المشاهد الكريم اللي راه يشوفنا الآن، نعم، فيه المتخصص، فاهم لما تقول له مستشرق فاهم، نعم، ولكن فيه اللي عجباته قاعدة الكلام فيها حول القرآن وعلوم القرآن، وراه قاعد ويشوف فينا وحاب يفهم. خلينا نفهموه، شكون هو المستشرق؟ بارك هذا أنت تتحدث عن المستشرق وتقول قسم القرآن وفعل كذا وفعل كذا وهو لا يؤمن، يعني فيه إشكال يعني. طبعا يعني المشاهدون فيهم كل الفئات، يعني نعم، هناك المتخصص وغير المتخصص. احنا ماذا بنا يقعدوا معنا كلهم. نعم، المستشرقون يعني هم فئة من الغربيين، يعني اللي عايشين في أوروبا وأمريكا وكذا، في الغرب عامة، والذين يعنون بالدراسات الإسلامية أو بالدراسات الشرقية خاصة، يعني لأنه قديما كانوا يعنون حتى بالدراسات الأسيوية، يعني شرق آسيا، أقصى شرق آسيا، الهند، الصين وكذا، الذي يدرس حضارة هؤلاء ولغتهم وتقاليدهم ودينهم وحضارتهم وكذا، هذا يسمى مستشرقا. والاستشراق في اللغة استشرق بمعنى طلب الشرق، است في اللغة الألف والسين والتاء تفيد معنى الطلب، استغفر أي طلب المغفرة، استذكر طلب الذكرى، استشرق طلب الشرق. ولكن هل يطلب الشرق؟ لا يطلب الشرق، وإنما تطلب علوم الشرق وديانة الشرق وحضارة الشرق وكذا، فسموا بالمستشرقين. المستشرقون هؤلاء في بداياتهم جاءوا مع الحروب الصليبية، يعني لما رأى الصليبيون أنهم اندحروا، يعني غلبهم المسلمون، قالوا يعني كيف لهؤلاء الأميين العراة الحفاة الذين عاشوا في بيئة صحراوية وكذا أن ينطلقوا بهذا الكتاب فيغزو العالم كله؟ في 80 سنة غزوا نصف العالم، عجيب أمر هذا الكتاب. إذن لنحاول أن نستبطن كنه هذا الكتاب، يجب أن ندرس اللغة العربية ونفهم هذا القرآن الذي بعثهم من العدم إلى الوجود، من الخمول إلى الذكر. فحاولوا أن يتفهموا القرآن بدراسة اللغة العربية، وفعلا تخصصوا في اللغة العربية، هناك من تفنن فيها من كبار المستشرقين، هناك من درس في الأزهر، هناك من درس في كليات اللغة العربية في مصر. فيهم من أسلم؟ هناك من أسلم، نعم، هناك من أسلم، يقال عن الأخر أحمد فارس الشدياق، هذا من كبار مستشرقي لبنان،
هو كان مسيحي وكذا وأعلن إسلامه، يعني شاف بالليل هذا الدين هو الدين. هناك روجي جارودي مؤخرا، هناك مش يقول إتيان ديني الذي عاش هنا في بوسعادة ودفن في بوسعادة، أصبح نصر الدين ديني. إذن هؤلاء هم المشرقون. المشرقون لما عنوا بدراسة المكي والمدني، قلنا رأسهم هذا نولدكي قسم القرآن إلى هذه المراحل. فيما بعد جاء نخبة آخر وعلى رأسهم بلاشير، وبلاشير هذا فرنسي يعني غير كلمته في السبعينيات من القرن الماضي، يقول عنه صبحي الصالح. صبحي الصالح وهو من كبار علماء المسلمين في علم علوم القرآن، له كتاب مباحث في علوم القرآن، كتاب رائع جدا صبحي الصالح. يقول فيه أدق ترجمة للقرآن الكريم لمستشرق هو ريجي بلاشير الفرنسي هذا. لماذا؟ قال لأنه يعتمد الروايات الصحيحة التي ذكرت عند في كتبنا في كتب المسلمين. المشرقون الآخرون جلهم عنده تحامل على الرواية، يعني ما يستعرفش بالرواية بتاعنا، وإنما يعمل عقله كذا هذيك البحث في المتماثلات. ولكن بلاشير هذا يشيد به صبحي الصالح. وبلاشير هذا نفسه قسم المرحلة المكية إلى ثلاثة أقسام، والمدنية إلى قسم واحد لتتبع مسار الدعوة الإسلامية من خلال أقوال الصحابة ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. إذا عندك إضافة؟ عندك إضافة على لا، بالنسبة للمشرقين على الكلام الحقيقي طول في تحديد ما ذكروا، لكن بالنسبة للقرآن المكي والمدني لديهم شبهات كثيرة يعني يمكن نتطرق إليها إن شاء الله. الحقيقة من أبرز ما طرحه المستشرقون أن القرآن تأثر ببيئة مكة والمدينة. مثلا في مكة كان فيه غلظة، كان فيه جهل، كان فيه عناد، فتولد عنه شدة وسباب، يعني بين قوسين يصفون القرآن بأنه سباب يعني من السباب وتقريع. وهذا الوصف حقيقة لا ينطبق على هذا الكلام، يعني لماذا؟ لأنه العرب كانوا في أرقى درجاتهم في مكة، كانت البلاغة وكان المستوى وكانت مكارم الأخلاق أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. بل حتى في الآيات القرآن المدني المكي آيات سلسة لينة لا سباب فيها ولا جدال. لا يستوي لا لا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لاحظ آيات هذه وغيرها من آيات القرآن المكي، هذا في الجانب. بخلاف القرآن المدني كما يذكرها المستشرقون أن المدينة كانت تضم اليهود وكانت متحضرة بين قوسين، يعني لماذا؟ لأنهم يرون الحضارة حضارتهم هم متحضرة، فكان فيه لين وكان فيه استفادة من تشريعات اليهود. أحد يعني طريقة الطعن، وهذا ينتج عنه أنه القرآن من صنع بشر، وأنه في المرحلة المكية بقي في سباب وتقريع وجدال، ثم في المرحلة المدنية تأثر باليهود وتشريعاته، قال أخذ من هنا وهنا وولد ما ولد. وهذا الكلام أيضا هو كلام لكثير من الشيخين، بلاشير، نولتكا، ماسي، تيسدال، لامينز وغيرهم من الأسماء في هذا الجانب. والحقيقة لما نرجع إلى الخطاب القرآني نجد بأن اليهود أصلا قد وصفوا في القرآن بأنهم يكتمون ما عندهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم. لاحظ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يعني هل نثق في هؤلاء الذين كتموا دينهم والذين لم يريدوا أن يظهروا ما في الذين حرفوا هذا الدين؟ يعني كيف يأخذ القرآن من هؤلاء؟ ثم حتى التشريعات البارزة، نصوص أمهات التشريع في سورة الأنعام، سورة الإسراء، سورة الفرقان، كلها مكية وليست مدنية ابتداء. فما ورد فيها من تشريعات كانت في مكة، بل إن اليهود لم يكونوا يعترفون ببعض التشريعات كالزكاة مثلا، كالحج، لم يكونوا يقرون بتحريم الربا. فهذا الأمور لما نأتي الجانب التشريعي نجد تفاوتا كبيرا جدا بين هذا وهذا. ثم أكثر من ذلك القرآن يتحدى اليهود، ايتوا بمثل هذا القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إنه لهدى ورحمة للمؤمنين. حتى لما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم بالضبط، لكنهم يكتمون. ثم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فإنسان
منعزل همه الفتنة في ذلك الزمان، يكتم ما عنده من الحق ومن ما عنده من العلم، ثم هل يمكن أن ينتظر منه؟ بل إن اليهود في ذلك الزمان بلغوا لدرجة أنه قالوا لا يدع هذا الرجل شيئا إلا خالفنا فيه. يعني مخالفة الرسول لليهود خاصة بعد تحويل القبلة بعد 18 شهر من الهجرة، خالفهم حتى في شراك نعالهم، حتى في تسريح شعرهم، حتى في وقوفهم وجلوسهم في صلاة الجنازة، يعني مشهد. وهذا يظهر أنه في فارق كبير بين هذا وهذا. فالمستشرقون إنما يبحثون عن هذه الجوانب حتى يعني يبثوا بعض السموم، وأن لهم ذلك. بارك الله فيك. فيها دائرة المعارف البريطانية أثارت شبه كثيرة حول هذا الموضوع أيضا. ما هي أبرز شبهها حول المكي والمدني؟ نعم، أولا دائرة المعارف البريطانية هذه اجتمع مجموعة من المستشرقين جلهم يهود أكثرهم حاقدون على الإسلام يعني، وألفوا مواد تتعلق بالإسلام عامة، يعني كل مجموعة تتكفل كما يفعل الذين يؤلفون الموسوعات الآن، لأن الموسوعات قديما كان من عمل شخص واحد، الآن مضى زمن الموسوعية هذا، الآن تتكفل بها المؤسسات، يعني مؤسسة توعز إلى الباحثين أن يبحثوا في المادة الفلانية، يعني كل واحد يبحث جزئية مثلا، يمدلك كلمة يبحث عنها في كل قواميس العالم، وإيتنا بمختصر مركز مفيد نجعله كتعريف لهذه المادة. دائرة المعارف البريطانية قيل أنه اجتمع أكثر من 1000 عالم من كل أنحاء الدنيا، أوروبيين، أمريكيين، أستراليين وكذا، تقريبا يعني هم غربيون عامة، وألفوا هذه الدائرة. ويفرق بينها وبين دائرة المعارف الإسلامية أيضا، الذي يشرف عليها هم المستشرقون، أغلبهم مستشرقون، وترجمت إلى اللغة العربية دائرة المعارف الإسلامية، هذه في حوالي 17 مجلد، يعني الدائرة رائعة جدا، حتى ولو فيه بعض التحامل الذي نص عليه علماؤنا خاصة الذين قاموا بترجمتها وتعريبها، ولكن تشوف الجلد على البحث عند هؤلاء عجيب، يعني تجد الكلمة الواحدة يعود بها إلى أصولها اللغوية، إلى أصولها القديمة جدا، استعمالاتها، يعني غريب جلدهم على البحث. هؤلاء الناس نذروا أنفسهم لخدمة يعني لخدمة البحث، الآن في بحثه يتوصل إلى نتائج تصدم المبحوث عنه ولكذا، هذا أمر آخر، ولكن في البحث نفسه هم باحثون بامتياز، في خاصة في دائرة المعارف الإسلامية. في دائرة المعارف البريطانية ذكروا أن في المكي والمدني هناك هروب من المناقشة وخلو من المنطق في القرآن المكي، ويستدلون على ذلك مثلا بآية قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أمر بدون شرح، أعبد ما لا أعبد، نقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. حكموا عليه بالهروب من المناقشة. نعم، بمعنى لا أناقشك، آمن ولا اعتقد ولا تنتقد. ونسي هؤلاء أن في القرآن المكي نفسه، يعني هم صنفوا المكي بمعنى أنه في القرآن المكي ليس هناك دعوة للمناقشة والحوار، وفي المدني فتحت هذه لأنه هناك أهل الكتاب وهناك عرقيات أخرى إلى آخره. ولكن الرد على هذا، يعني رد عليهم علماؤنا في هذا، هناك من استدرك على دائرة المعارف، منهم فضل حسن عباس له أخطاء دائرة المعارف البريطانية كذا في كتاب، يعني قائل بذاته كتاب كامل، يقول في القرآن المكي نفسه هناك دعوة إلى النقاش، إلى البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في سورة ياسين مثلا في آخرها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من شجر الأخضر نارا، نعم، بمعنى أن الشجر الأخضر الذي لا توقد فيه النار
سيصير حطبا وسيصير قبل الاشتعال. هذا نفسه مصير الإنسان، يعني يصير عظاما يعني بالية وستعود الحياة إليه من جديد. يعني هذه البراهين المحسوسة، الأمثلة المضروبة في هذا القرآن المكي، هي دعوة إلى الإقناع وكذا، ليس على ما تصوره دائرة المعارف. بارك الله فيك. شوف، هو يتكلم عن دائرة المعارف البريطانية، يتكلم ماذا تقول عن القرآن المكي والقرآن المدني وكذا، فيه من ذهب إلى أكثر من ذلك، أنه طعن في مصدرية القرآن من خلال المكي والمدني. لما نجمع هذه الملاحظات التي يذكرها المستشرق، ومن أبرزها ما ذكره الشيخ خليل الآن، وهو خلو الخطاب القرآني من التفكر ومن العقل والنظر والإقناع، ثم تأثره ببيئته، بيئة المكية والبيئة المدنية، ثم استفادة التشريعات من اليهود. ماذا بقي للخطاب القرآني إذن؟ لا شيء. الذي يقرأ يجمع هذه الملاحظات، في حين هذه الملاحظات إنما هي ثراء حقيقة للخطاب القرآن، إنما هي تثبت أن هذا الخطاب ممن خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنها تخاطب الإنسان بما يفهم، وتخاطبه بما يقتنع به، وتخاطبه وتتدرج معه في تغيير عاداته، كما وقع في القرآن المكي والقرآن المدني. بل إنها يعني الخطاب القرآني يعطي لكل شيء نصيبه، فالجدل كان في القرآن المكي بشكل واسع مقارنة بالقرآن المدني الذي لم يكن فيه الجدال إلا مع اليهود ومع المنافقين، يعني من جوانب، ففيه مراعاة وفيه يعني إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا مما يعلي من شأن الخطاب القرآني. الخطاب القرآني في ذلك الزمان، لما نأخذ مثلا التنظيمات التربوية، مثلا المعايير التربوية الآن للخطاب، للمنهاج الدراسي مثلا، لتحليل الخطاب العام السياسي مثلا أو الاجتماعي، ونأخذ تلك المقاييس نجدها مستوفاة في الخطاب القرآني. وهذا يظهر بأنه الإنسان لا يمكن أن يصل ذلك المستوى من التربية، من المعرفة، من التعليم في ذلك الزمان. أردت أن أضيف جانبا قليلا من الجانب التفكير العقلي، وهو ما هو موجود في الخطاب القرآني أو المدني المكي، والمكي بصفة خاصة، من جدال العقل، من حوارات إبراهيم عليه السلام مع قومه، مع الملك، من الاستدلالات على إمكانية يوم الآخرة، من الجدال مع المشركين في وحدانية الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة نذكر كتاب محمود يعقوبي رحمه الله الجزائري، الذي ألف كتاب المنطق الفطري في القرآن الكريم، هو كتاب رائع الحقيقة، يظهر كثير من الجوانب المنطقية في الخطاب القرآني. بارك الله فيك دكتور. ما الذي يقول أستاذ دكتور خليل في مسألة فواتح الصور؟ نعم، هذا الموضوع يعني تقريبا تحدثنا عنه في حصة سابقة، يعني أفضنا فيه الكلام، ولكن الجانب الزائد هنا الذي سنذكره زائدا على ما ذكرناه في تلك الحصة، أن فواتح الصور هي هذه الحروف المقطعة، يعني لمن لا يعرف فواتح الصور، هي هذه الحروف التي تقرأ بهجائها في بدايات السور في القرآن، في بعض السور، وهي 29 سورة في 114 سورة، يعني القرآن كامل فيه 114 سورة، 29 سورة منه تبدأ بهذه الفواتح. نعم. ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم العمران، ألف لام را في سورة يوسف، ألف لام ميم را هود، نعم، ألف لام ميم را في الرعد، وقس على هذا كفى عين صاد في مريم، طاسين، طاسين ميم، نعم، طاسين ميم، حامين، صاد، نون، قاف، نون، نعم، إلى قاف. نعم. هذه الحروف هذه في العهد المكي، الذين وثقوا لنا ما حدث في مسار الدعوة الإسلامية، لم يكتب أحد بأن مشركا قرشيا اعترض على هذه الحروف، يقول ما هي هذه الألغاز وما هذه الطلاسم التي تبدأ بهذه الصور ولا نفهم منها شيئا.
والغريب أن الذي وصلنا من تفاسير لم يوثق شيء منها منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يؤثر تفسير لهذه الحروف منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بقيت لغزا. حتى المفسرين يعني يقفون موقف الحياد منها، يعني هناك من يعمل اجتهاده فيفسر على ما يهديه إليه اجتهاده، هناك من يقف يعني محايدا يقول لا أقول فيها لأنه لم يرد فيها شيء. هذه الحروف المستشرقون يعني وكأنه انتهزوا هذه الفرصة في وجود يعني شبه ثغرة في هذه التفسير التي وصلتنا من القدامى، يعني لماذا لم يقفوا عند هذه الحروف؟ ثم نجد التناقض في كلامهم هم، يعني المشرقون أنفسهم. هناك من قال أنها عبارة عن رموز للصحف التي احتفظ بها الصحابة عندهم، يعني كاف هاء عين صاد هي رمز لمصحف ابن مسعود، حاء ميم عين سين قاف مصحف ابن عباس، طا سين مصحف ابن عمر. هذا موثق عند شوفالي، هذا من كبار المستشرقين الفرنسيين، يقول هي رموز للصحف التي احتفظوا بها عنده. ولكن هذه الحروف المقطعة يقول أساتذتهم في الاستشراق وهو نولتكي والمارغوليوث الإنجليزي هذا والنيكولسون الإنجليزي أيضا وأرثر جيفري الأسترالي، هؤلاء الكبار يقولون أنها ليست عبارة عن هذه الرموز التي يعني يعبر بها عن الرموز المصاحف، لا، وإنما هي رموز المعمات، وهي طلاسم بدأ بها القرآن كما بدأت بها كثير من كتب القدامى، الكتب الوضعية هذه الفيدا عند الهنود وكذا، يقولون أنها تبدأ دائما بهذه الطلاسم لبعث الخوف والهيبة في نفس المتلقي، بمعنى تسمع هذه الحروف ولا تفهم معناها تتهيب هذا الكتاب وتقول فيه سحر فيه شيء يعني سيصدمني وكذا، فتتلقى ما فيه بتسليم، وهكذا لعب على نفسيات المتلقين من المسلمين في بداية الأمر فأثر عليهم هذا القرآن. الكهنوت نعم. يقول هذا واحد من كبارهم أوري لاموس اليسوعي الجيزويت، أوري لاموس هذا من كبار الحاقدين على الإسلام، يعني كتاباته كلها تجريح في مسلمات الإسلام. يقول عن هذه الحروف المقطعة، يقول هي من القوة النفسية للنبي عليه الصلاة والسلام والروحية والعبقرية تاعه، وصل إلى أن استحدث مثل هذه الحروف التي هي جزء من الكلمات التي بني منها هذا القرآن، وجعلها في بدايتها ليبعث أولا هذا الخوف في نفوس المتلقين، ثم السحر كله جزء منه طلسمات، وهذه الطلسمات هي حروف والحرف له تأثيره في النفس، لذلك من قديم إلى يومنا هذا ما زال الحرف يفعل فعله. سبحان الله. أبو نصر الفارابي له كتاب الحرف. تأثير الحروف، الحروف وكذا وتأثيراتها. نعم. يقول الإنسان من قديم يخاف من تأثير الحرف. دكتور يكفي ذكرها. يكفي ذكرها. يكفي ذكرها عن الإجابة عنها. بارك الله فيك. إذا كان عندك إضافة أو رد عن هؤلاء، لأنه لم يتبقى لي من الوقت إلى 3 دقائق تقريبا. طيب. ولنمشي نشوف المكي والمدني والدعوة إلى الله. جميل. تعالى. نعم. جميل. حقيقة في عصرنا الحديث ظهر ما يسمى عند بعضهم في العالم الإسلامي أنه لا بد أن نمضي بالمرحلة المكية ثم المرحلة المدنية في دعوة الناس إلى الإسلام. وهذا تفكير حقيقة ليس تفكيرا سويا، هو محاولة لاستثمار المكي والمدني، لكن عمليا ليس بالمنطقي السليم، لأن الناس في مجتمع مسلم، لأن الناس يحتاجون إلى التربية، يحتاجون إلى العقيدة، يحتاجون إلى التنظيمات، يحتاجون إلى حل مشكلاتهم. فهذا المنطق لم يكن منطقا سويا، وولد مشكلات حقيقة في الدعوة، ومشكلات في التربية، ومشكلات في العلاقات، هذا لا يصلح حقيقة
الأحسن في هذا هو أن نستثمر ونستفيد من الخطاب القرآن المكي والمدني في المناهج، في المناهج التربوية، في ما يصلح لكل فئة ولكل إنسان، بل حتى التحديد ب13 سنة أو 10 سنوات وينبغي ولا ينبغي، وهذا الكلام كله يخرج عن نسقه المعرفي إلى نسق ليس بذلك النسق المنسجم. النسق المنسجم في الموضوع هو أن نستفيد من المناهج ونراعي الفئة المستهدفة، ويصلح مع الإنسان القرآن المكي والمدني بتفاوت حسب حاجة كل فرد في هذا الأمر. هذا في الجانب أردت أن أضيفه في موضوعنا مما يتعلق بالقرآن المكي والمدني. فضيلة الدكتور محمد تيمزغين، الباحث في الدراسات القرآنية، أستاذ بجامعة الجزائر واحد، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. فضيلة الأستاذ الدكتور خليل قاضي، باحث في العقائد والأديان، متخصص في القراءات القرآنية أيضا، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. مشاهدين الكرام، مشاهداتنا الكريمات، يقول المولى عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.